إذا شد الترهلات، زيت الليمون بشد الترهلات، خل التفاح مع زيت الزيتون بشد الترهلات، زيت النعناع، زيت النعناع، بلاش زيت النعناع، روحوا هاتوا نعناع ربطة اللي بتشتروها من عند بتاع الخضار، قطعوها واغلوها بكوب زيت زيتون أو زيت طبيخ من اللي عندكم بالبيت، اغلوها ودلكي وين ما بدك وخليها مخبية وين ما بدك، طلع منها القليل حطيها بصحن وغمسي الأصابع ودلكي وين ما بدك، فبالتالي بتستفيدي. إذن هذا القليل من الوصفات الشعبية، وصفات أيام أجدادنا اللي بنستفيد منها.